سعدنا جدا بحضوركم طبعا، وشهدنا تلبية الدعوة اللي صارت والاهتمام الكبير من قبل محافظة نينوى. لا يخفى على حضراتكم أن التقدم العلمي اليوم بات واضح المعالي، فهو يعد معبرا أساسيا لتحقيق رفاه المواطن وضمان حياة الكريمة له والعيش الرغيد، وبما ينسجم والمسار التأسيسي لأحداث انتقال النوعية من الإدارة الورقية إلى الإدارة الإلكترونية. في حال وجود آليات مراقبة وآليات شفافية وآليات متابعة ما راح يكون أكو أي نوع من أنواع الفساد. بدأنا يعني نتابع الحركة الإلكترونية شخص واحد، أقحمنا بها شباب نينوى من المختصين في الحاسبات والاتصالات. تدريجيا راح الكل يتعلم استخدام الحاسبه، والكل راح يتعلم استخدام التطبيقات اللي على الموبايل. بدون الانترنت احنا ما راح نقدر نحقق اي انجاز في هذا الموضوع. افتتحنا اليوم الورشة الأولى الخاصة بالحكم الرشيد الإلكترونية في ديوان في على مستوى محافظة نينوى، طبعا بالتعاون مع لجنة الثقافة في وزارة الثقافة. حضرنا أيضا نيابة عن سيد محافظ نينوى الأستاذ عبد القادر الدخيل، ونقلنا تحيات سيد المحافظ إلى الحاضرين. كان هناك اعمام من قبل ديوان المحافظه الى كافه المؤسسات الحكوميه في محافظه نينوى لحضور هذه الورشه، وضروره التواصل مع لجنه الثقافه في موضوع الحكم الالكترونيه. هذا الموضوع صراحه ديوان محافظه نينوى عمل عليه منذ عام 2012. اليوم نحاول لملمه الجهود السابقه وتوحيدها مع جامعه الموصل والاساتذه الاكاديميين بالتعاون مع مؤسساتنا الحكومية لتقديم أفضل الخدمات إلى مواطنينا الكرام في محافظة نينوى. على مستوى العراق الآن تقريبا 132 خدمة إلكترونية، لكنها هذا العدد متواضع جدا ولا يرقى إلى ما موجود في دول الجوار. في أحد دول الجوار تقريبا 2161 خدمة إلكترونية لمواطن الأجنبي وليس للمواطن الأصيل في تلك الدولة. نحن نطمح أن تكون الموصل هي الأولى على مستوى العراق في الحوكمة الإلكترونية، وأن يتم تقديم توصيات إلى مجلس الوزراء من ضمنها تأسيس أقسام للحوكمة الإلكترونية في كل دائرة حكومية في نينوى، تلتزم هذه الأقسام بتسهيل إجراءات المعاملات الرسمية التي يقوم بها المواطنين في مراجعاتهم، وكذلك نقلل من زخم المراجعات على هذه الدوائر من خلال أن تكون هناك منصات إلكترونية، بحيث المواطن من بيته يقدر أن يدخل على هذه المنصة ويؤدي التعاملات والإجراءات الإدارية التي يحتاجها في مختلف نواحي الحياتية اليومية. حضرنا للتعريف بالمؤتمر الثاني والورش العلمية التابعة له التي ستقام في شهر أيلول القادم مع مؤتمرنا الثاني للحوكمة الإلكترونية إن شاء الله برعاية الذي ستقوم به لجنة الثقافة الوزارية. كان هذا الاجتماع ممثل عن كل دائرة من تشكيلات محافظة نينوى، وتدارسنا آلية ترشيح المشاركين من ذوي الاختصاص الحاسبات والاتصالات، هندسة حاسبات وعلوم الحاسبات والاتصالات والاختصاصات الأخرى ذات العلاقة بالحوكمة الإلكترونية. آلية ترشيحهم من عن طريق ديوان محافظة نينوى وتشكيلاتها التابعة لها من أجل المشاركة وخلق المنافسة بين الدوائر وتقييم أدائهم، بعد ما أقمنا المؤتمر الأول الذي كان بمشاركة جامعات نينوى الحكومية الخمسة، كي نضع أقدامنا على المسار الصحيح في توجهنا بالحوكمة الإلكترونية والتحول الرقمي. تم اليوم عقد الجلسة التشاورية الأولى التي تخص مؤتمر الحوكمة الإلكترونية الثاني الذي سيقام في محافظة نينوى برعاية وزارة الثقافة والسياحة والآثار، حيث قامت اللجنة الوزارية وبتعاون مع محافظة ديوان محافظة نينوى وجامعة نينوى وشركة الـ MBTL جلسة تشاورية حضرها موظفي الدولة المختصين في هذا الأمر. جرى خلال الجلسة التباحث في طريقة تنفيذ الورش التي ستقام للموظفين لتحسين أدائهم
ولكذلك رفع الأداء الخاص في تنفيذ برامج الحوكمة الإلكترونية. سيتضمن المشروع وورش عمل تخصصية سيشارك فيها عدد كبير من الموظفين المرتبطين مباشرة بتقديم الخدمة للمواطنين في نينوى. سيتم تدريبهم من قبل مدربين مختصين محليين ودوليين، وأيضا ستكون هناك مسابقات مرتبطة بهذا الموضوع. ستشترك جمعية التحرير في قطاع الحوكمة الرشيدة، لما هذا القطاع من أهمية كبرى، يعني من خلالها يتم تحسين جودة القرار الحكومي، وأيضا إشراك فئات المجتمع في عملية اتخاذ القرار وتعزيز آليات شفافية والمساءلة التي يتم تطبيقها ضمن الاستراتيجية الحكومة العراقية القادمة في هذه المواضيع. قامت شركة MBTEL بالتعاون مع اللجنة التحضيرية للحدث الذي سيقام على أرض مدينة الموصل بخصوص الحوكمة الإلكترونية بعقد اجتماع مع ممثلين الدوائر الحكومية من أجل دعم وتعزيز مشاريع الحوكمة داخل محافظة نينوى.